طبعا احنا شايفين بقى شويه الوان وحركات، وانت مدخل رمضان في الربيع في شهر النسيم، برضو اللي صايمين يحتفلوا برضو. هتعمل لنا ايه النهارده بقى في الكحك بتاع العيد؟ الكحك هنرجع تاني الكحك كده. احنا بدانا بقالنا 3 ايام في مهرجان كحكك عندنا وعيدك عندنا، عملنا الكحك النورمال وعملنا الكحك السبيشال وعملنا البسكوت بانواعه امبارح. النهارده هنعمل بيتفور بانواعه. الله. هنعمل بيتفور وبيتي فايف وبيتي سكس. يا سلام. وبيتي سفن. الله، ده هيبقى وبيتي لوتس. ده بيهزر. دول برضو بعد الفطار بشاي لبن ولا بتشربوا ازاي؟ بتسقسقي. اكيد مفيش حاجه اسمها بيتي فايف دي. ايه رايك في البيتي فايف وبيتي سكس وبيتي سفن؟ عجبتني. لا لا، عجبتني. عجبتني. احنا ندي اسامي حركيه، يعني بيتي فور كذا بيتي فايف. سريع النمبر. بيتي فايف والنبي. ايوه سريع النمبر بتاع. سريع النمبر بتاع. حسب نوعه. الكلاسيك هو البيتي فور. الباقيين بقى هنعمل بيتي فور فانيليا، هنعمل بالشوكولاته، هنعمل باللوتا سلامي بالريد فيلفت. بتفور بقى بجماله وحركاته، نعرف الفرق بينه وبين البسكوت ايه. ماشي. يا سلام يا سلام. ايه رايكم؟ وهسيبكم بقى تشطبوا وتفنشوا البتفور بالديبنج، هتعملي له فانيليا او شوكولاته او ريد فيلفت او لوتس. ستات البيوت تحضر ايه دلوقتي لل زبده عشان البتفور؟ زبده وسكر بودره وابيض بيض. وليه ابيض بيض؟ عشان يبقى كريسبي. لو حطيت البيض كامل هيبقى طري. تاخدي البتفور بيديكي سعاده وهو كريسبي، تحطيه في بقك يدوب في بقك يديكي سعاده، لكن لو هو لزق في سقف حلقك هيعكنن عليك. والله هيديني سعاده برضه. برضه؟ ولو لزق في سقف حلقك؟ ايه كمان؟ هنعمل اربع انواع من البتفور ان شاء الله ونشوف تفكيرك. يحضروا الحاجات دي. يحضروا، يبقى زبده وسكر وبيبقى سكر بودره وابيض بيض وفانيليا ودقيق. عندك كاكاو، عندك لوتس، عندك كريمه الشوكولاته، عندك الكريمه جبنه كريمي لللوتس للريد فيلفت زي ما انت عايز. الله، جهزوا بقى يا جماعه كل الحاجات الجميله دي علشان تعملوا معانا انواع مختلفه من البيتي فور النهارده. احنا والشيف حسن وابو سعيد. يلا بقى نغني ونلون كمان البيض ونطلع فاصل ونروح مشاهدينا على المطبخ على طول. بس اما نغني مع بعض وكلمونا، غنوا معانا. جو ربيع. دنيا ربيع والجو بديع. قفل على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ما فيهاش تاني وما فيهاش ماني. دنيا ربيع. الدنيا ربيع. الدنيا ربيع. الدنيا ربيع. يا ربيع.